الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأعزاء في منتدانا سوني فيغاس. أقدم لكم اليوم درس حول كيفية بناء أي بناء أو أبنية عن طريق استخدام أدوات بروبس. نصل إلى أدوات بروبس عن طريق سيت الموجودة في الأعلى. طبعا سأقوم ببناء غرفة متواضعة، تستطيعون العمل على بناء أفضل بكثير أو غرفة أفضل بكثير، ولكن الهدف هو أن نرى كيف نستخدم أدوات بروبس في عمليات البناء. نجلب أرضية أولا، قبل كل ذلك نجعل شاشة العرض بشكل مستقيم من هنا حتى يسهل علينا التحكم في الأدوات التي نضعها في شاشة العرض. أولا نقوم بالتعديل على أرضية الغرفة كما ترون، نعدل عليها، نجعلها أكبر قليلا. نعم، نسحب من هنا ومن هنا. أعزائي، هذا هو الحائط، حائط الغرفة. طبعا نحتاج إلى الباب من نفس أدوات البروبس. نعدل على الحائط، الآن نقوم بالتعديل على الحائط قليلا، ولدينا الآن حائط يوجد به باب وشباك، نحضره ونجعله متلاصق تماما مع الحائط الآخر الذي جلبناه إلى شاشة العرض من هنا. نكبره قليلا للأعلى ونجعله بشكل مستقيم يندمج مع الحائط الذي بجواري حتى لا يبدو لنا مختلف عن الحائط الذي بجانبه. أصبح لدينا الآن واجهة الغرفة موجودة. نرى في الخارج أنه لا يوجد أي أرضية خارجا. نستخدم خاصية سكاي اللي هي نجلب سماء، منظر سماء للخارج. يفضل أن يكون من مناظر السماء التي تحتوي على منظر طبيعي في الأسفل، نختاره كما نشاء من أداة سكاي. الآن لانش، هذا هو برنامج الرسم الذي أخصصه لعمليات المونتاج لسهولته وسرعة الأداء فيه. نجلب أي منظر حتى لو رسمناه عن طريق برنامج الفوتوشوب أو هذا البرنامج كأرضية للغرفة بهذه الطريقة. طبعا يبدو المربع صغير، نستطيع عن طريق نعم قليلا إلى الأعلى، نستطيع عن طريق النسخ واللصق أن نجعله يكمل هذا المربع أو نجعله مكملا لهذا المربع. كما نرى أعزائي قد ملأنا المربع. نقوم الآن بالخروج من البرنامج بعد أن نحفظ العمل. طبعا نحفظ العمل في ملفاتنا في أي مكان نختاره، مثلا هنا نقوم بتسمية العمل. أنا أسميته 333.
الآن نضغط على هذا المربع الموجود أمامنا ونختار العمل الذي قمنا بحفظه من هنا Open. نجد أنه أصبح لدينا الآن أرضية. نطبق نفس العمل على الحائط، وأنا قد اخترت الباب. أنتم تعرفون المكان في بروبس الذي يوجد به الباب، لأن كنا شرحنا هذا من قبل. يبقى لدينا أن نختار شباك. طبعا أنا هنا اخترت منظر خارجي. نضع الشباك في مكانه بعد أن اخترناه من هذا المكان، ونقوم بالتعديل عليه. طبعا الآن أخوتي نريد أن نجعل الشباك مفتوح، أو بشكل شباك مفتوح ليبدو المنظر الخارجي، لتعطي منظر أجمل. هكذا مع بعض التعديلات على الشباك حتى يبدو لنا بشكل أفضل. هكذا، نعم. الآن نقوم بعد أن قمنا بالتعديل على الشباك، نحتاج إلى كنبات أكثر. نستخدم خاصية تكرار اللي هي copy. نجعل الرقم 2 كما يظهر في الأعلى، فتصبح لدينا كنبتان إضافيتان. نقوم بالتعديل عليهما ليبدو بهذا الشكل. طبعا إخوتي كما ذكرت تستطيع أن تعمل ما هو أفضل من هذا العمل، ولكن بما أنه هدفنا هو أن نريكم كيف تستخدمون الأدوات في عمل أي بناء أو تصميم غرفة مثلا أو تصميم بيت بهذه الطريقة، يبدو لدينا الآن المنظر تقريبا مقبول تقريبا. طبعا تستطيعون التعديل بشكل أفضل، ولكن تعرفون أن الوقت غير كافي لعمل كل هذا. الآن نريد أن نجعل هناك لدينا شاشة عرض، ونضع بها فيلم أو ما إليه من فيديو باستخدام أحد أدوات البروبس التي سنريكم
كيفية استخدامها، نجعل الشاشة تقريبا ملاصقة للحائط عن طريق التعديل، هذا تقريبا مناسب. هنا طبعا أقوم بعمل الأشياء بشكل عشوائي فقط لأريكم كيفية استخدام. هنا هذه الأداتان ترون، نختار الأولى منها ونضعها، نعدل عليها بحيث نضعها في وسط المربع الذي أنشأناه ليقوم بعمل شاشة عرض تلفزيونية أو سينمائية أو كما نحتاج. نقوم بالتعديل عليها لتصبح مكملة للمربع الموجود، أو بنفس الحجم، لتصبح بنفس حجم المربع الموجود. طبعا الأفلام التي أو الفيديوهات التي لدي فيديوهات صغيرة الحجم بشكل لن يظهر بشكل جيد جدا. تستطيعون اختيار فيديوهات تكون بحجم طبيعي من أجل أن تظهر في شاشة العرض بشكل جيد، ولكن فقط أردت أن أريكم كيفية عمل فيديو في شاشة تلفزيون أو شاشة عرض لأي شيء آخر باستخدام البيلبورد أو هذه الأداة الموجودة لدينا في بروبس. الآن تقريبا هي مكتملة. هنا نختار فيديو، هنا اخترت منظر صغير، فيديو صغير جدا، حجمه صغير، لن يبدو بشكل جيد، ولكن المهم الطريقة. الآن بعد أن ضغطنا على المربع المخصص للنقل يبدو لدينا منظر الذئب كما شاهدتموه. بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم إخوتي الأعزاء. لقاؤنا في درس قادم إن شاء الله. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.